أيها السادة والسيدات، نجدد اللقاء ونرحب بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في كل مناطق العالم. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول: لا وجود لكيان البوليساريو في تاريخ الصحراء المغربية، ويتهم الجزائر باصطناع المشكل. وهذه هي التفاصيل. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن جبهة البوليساريو الانفصالية لا وجود لها على الإطلاق في تاريخ الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن النقاش الذي أثير حولها في بداية الأمر كان بين المغرب وموريتانيا لا غير. وقال غوتيريش في جواب عن سؤال لإحدى المشاركات في القمة العالمية المنعقدة بباريس لبحث سبل دعم الدول الغنية لدول الجنوب حول الصراع المفتعل في الصحراء المغربية، قال غوتيريش: إن تاريخ هذه القضية يشهد بأن إسبانيا انسحبت وتركت الصحراء للمغرب وموريتانيا، التي انسحبت بدورها من المنطقة مقابل تشبث المغرب بصحرائه التي تعد جزءا لا يتجزأ من وحدته الترابية. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن مشكل الصحراء غير متوقف بسبب الأمم المتحدة، بل بسبب من يعرقلونه على الدوام، في إشارة إلى الجارة الجزائر وصنيعتها البوليساريو، موجها بذلك ضربة موجعة لأعداء وحدة المملكة الترابية. وفي السياق ذاته ذكر غوتيريش بجدية أن المقترح المغربي للحكم الذاتي وبكل محاولات الأمم المتحدة الحفاظ على السلم في المنطقة، خصوصا بعد أحداث القرقرات التي فرض إثرها المغرب بجدية سيطرته على المعبر المغربي عندما تمادت العناصر الانفصالية في الاعتداء على المنطقة. وفي السياق ذاته ذكر غوتيريش بجدية المقترح المغربي للحكم الذاتي وبكل محاولات الأمم المتحدة للحفاظ على السلم في المنطقة، خصوصا بعد أحداث القرقرات التي فرض إثرها المغرب سيطرته بالكامل على المعبر المغربي عندما تمادت بعض العناصر الانفصالية في الاعتداءات على المنطقة بتوجيهات من عصر